التحلل نوعان، أول وثاني، يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلقة وطواف الإفاضة. اختلف العلماء هل يحصل التحلل الأول بالرمي وإن لم يحلق أم بالرمي مع الحلق، والأصل في ذلك حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، فدل ذلك على أن تطيبها له صلى الله عليه وسلم وقع بعد الرمي. لكن هل كان التطيب قبل الحلق أو بعده؟ سؤال. قال بعض أهل العلم لو كان يحل بالرمي فقط لقالت عائشة ولحله قبل أن يحلق، فجعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معي الهدية فلا أحل حتى أنحر. وقال آخرون إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء حتى ولو لم يحلق. هذا قول مالك وقول عطاء قبل ذلك وقول أبي ثور وقول أبي يوسف ورواية عن أحمد، واختار ذلك ابن قدامة وابن حزم، قال يحل له ذلك إن بل قال ابن حزم يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرمي. وذهب الشافعية إلى أن التحلل الأول يقع بأمرين، هذا أحوط، يقع بأمرين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف، ويقع التحلل الثاني بالطواف حول البيت وهو طواف الإفاضة، يحل له كل شيء حتى النساء إن كانت زوجته معه، هذا هو التحلل الثاني.